أنا جوستاف إيفل، اتولدت سنة 1832. عملت حاجات كتير قوي في حياتي، كان من أهمها تخصصت في الشغل بالحديد. ده حتى ده كمان الشيء الوحيد اللي خلاني أبقى مختلف، واللي خلى كمان روبرت آدم يطلب يقابلني. أدخل. مستر جوستاف مستني برا، خليه يتفضل. مستر جوستاف خليه يتفضل. يلا اوف، بدأنا بقى. تعال يا مستر روبرت. ازيك يا مستر؟ تعال المصاري. ازي حضرتك يا مستر جوستاف؟ الحمد لله تمام. مش ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. بص يا سيدي، انا كنت جايبك النهارده عشان كنت عايز اكلمك في موضوعين اهم من بعض. ايه هم؟ لا، هو موضوع الاولاني خلينا بس نتكلم فيه وبعد كده اقول لك على التاني دلوقتي. تمام ماشي. الاول اسمح لي افرجك على حاجاتي اللي انا عملتها وتعبت فيها جدا. دي اكتر مقتنيات انا تعبت فيها ونفذتها. مش ستايل خالص ده. انا عارف انه مش ستايل، بس خليني اقول لك وجهة نظري وحاجتي وانت تفرجني على حاجتك. بص يا سيدي، عندك مثلا الصورة الاولى ديت، دوت سيون هاوس. سيون هاوس؟ سيون هاوس. زي ما انت شايف. طب ايه الفيتشر اللي يعني انا مش شايف فيها؟ ابو شكلك دايما مستعجل. زي ما انت شايف انا بحب اعمل حاجات مباني بتاعتي عملاقة. وأحب استخدم العمدان الروماني. لا بس ما تتكلمش عن عملاق. انا عارف ان انت بتعمله، بس انت كيس وانا كيس مختلف. تمام. زي ما انت شايف بحب استخدم مباني كبيره كده وضخمه، وبحب احط عمدان روماني كتير عشان تدل على التراث بتاعنا. تمام. وكمان زي ما انت شايف هنا بحب اعمل مرتفع دور عن الارض. ماشي، مرتفع دور عن الارض. تمام، دي العمدان اهي. خليني اكمل. استخدم قلنا ده كلاسيك ديت. دي يوناني. تمام. يوناني كلاسيك. دلوقتي انا هنا ده اسمه قلنا ايه؟ سيون هاوس. تمام. عندك المبنى التاني ده. ايوه ادخل. معلش مستر روبرت، صح. ابتدينا منظره ده يا سيدي. المبنى التاني اللي هتكلم فيه بس لما نخلص موضوع الارض. تمام. ده يا سيدي زي ما قلنا اسمه الهيرود. اسمه ايه؟ هيرود. بس واضح انك بتحب الانفايرمنت او كده. شيء طبيعي. انت عارف الفنتيليشن بقى وكده. وديت لقطه ديكوريشن داخليه. تمام كويس. تمام، ايه رايك؟ كويس، بس يعني انا ما اقدرش اثبت رايي لان مش ده ستايل. انا عارف يعني انا ما اقدرش. المهم يا سيدي، ده بقى التحفه اللي انا بحبها، اكتر حاجه بحبها. التحفه دوت اسمه تشارلوت سكوير. تمام. زي ما انت شايف انا اعتمدت فيه على الضخامه. وعملت فيه العمدان اليوناني بتاعي. ثبت. طيب ثبت دي يعني لازم تثبت شويه. تمام. طب المفروض انك جاي تستضيفني ف انا اسف. المكتبة هتقع علينا. مش مشكلة. تمام. عامل العمدان اليوناني زي ما انت شايف، والتراث اليوناني بتاعنا القديم. تمام. ده يا سيدي كان الموضوع المهم. بس باين عندك هنا في سيمتريكال يعني. طبعا زي ما انت شايف اساسي. فوق الشبابيك تحته، وحتى الانترنس بارز لبره كده. لازم السيمتريكال في اي حاجة. تمام. الموضوع التاني بقى اللي انا كنت عايزك فيه يا بطل. اتفضل. طبعا انت عارف ان انا من اشد المعجبين بيك وبمشروعك وبافكارك. ربنا يخليك. فقررت او مش قررت، بص يا سيدي، الخلاصه انا عامل حفله الاسبوع الجاي. الحفله دي هتضم اكبر الناس واشهر الناس على مستوى العالم. تمام. فقررت ان انت تكون ضيف شرف الحفله. تمام. هعمل الحفله ديت على شرفك انت. تمام. هنعرض فيه المشاريع بتاعتك وافكارك، وطبعا هنعمل فوكسنج على برجك اللي انت عملته. طبعا انت عارف ان البرج دوت فيه يعني ناس بتختلف كتير. عايزين نفصل الحته دي. تمام. فضل الله وريني شغلك الجميل كده اللي انا بحبه. ماشي. طبعا زي ما انت عارف ان الستايل يعني الستايل بتاعي طبعا مختلف عن ستايل خالص. عارف. زي ما انت شايف بستخدم التروسز. بستخدم الحديد على طول عندي. تمام. ده اسمه ايه ده؟ دوت جرابيت فيادكت. جرابيت فيادكت. حلو. دوت بريدج كده. يعني زي ما انت شايف كل التراسز وكده طبعا دي يعني بتحميني يعني من الويند وكده، وفي سترونج في
كل حاجه تشوف. تمام. ده هو طبعا ده بس من زاويه تانية. ايوه انا عايز اقول لك الانفليشن والاشجار والاشجار. اه طبعا هو برده يعني ناس كتير. بس طبعا زي ما احنا قلنا المباني بتاعتي يعني ضخمه طبعا. دوت محطه قطر ترين ستيشن بتاعت ريسيو. دي ترين ستيشن طبعا زي ما انت شايف استخدمت فيها الايرون واستخدمت فيها الستيل وحتى كمان الستير كيس ستيل وكل حاجه ستيل طبعا. عظيم. تمام. دي بقى ده بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهارده. ده الاساس بتاع اللي انا عايزه. مراحل التطور ايفل تاور ده إيه من التطور. اعظم انجازاتي في حياتي كلها يعتبر. طب ما عندكش ليه صوره كده؟ لا طبعا عنده الصوره النهائيه طبعا. اوه ماي جاد حلوه دي. حلوه النهائيه دي طبعا. الله الله. ايفل تاور طبعا حلوة يعني تراسس بقى وايرون حاجات كده كتيره. يعني ده يبين لك العظم طبعا رجل عالية ومنطحات السحاب. طيب بص بقى يا بطل زي ما قلت لك هنعمل الحفلة وانت هتكون ضيف الشرف بتاعي. تمام. في الحفلة ديت هنقدم مشاريعك ونعمل فوكسنج على برج ايفل بتاعك وان شاء الله الحفلة تعجبك. تمام ان شاء الله. بإذن الله ان شاء الله خير. يعني ان شاء الله يبقى خير كده ونشوف الناس التانية عايزة نتعرف عليهم. ماشي فرصة سعيدة جدا. مش مسرب من أهم أعمالي كان برج إيفل اللي كان الفضل في إن الحفلة تتعمل على شرفي وإن أغلب شغلي يتشاف. بس فجأة اكتشفت إن في ناس كتير مش عاجبهم شغلي وإنهم شايفين إن أهم أعمالي شبه المدخنة. انا شايف ان الراجل عامل منظر جمالي جدا. امين منظر تحفه. مش متفق معاك انا في الموضوع ده خالص. ليه يا راجل؟ لا مش حلو. انت شايف كده؟ اه فعلا. طبعا. سمعت كمان هو ساب المدرسه وراح اشتغل مع بابا سنه 1985. ده حقيقي. بابا طبعا المعماري الكبير جدا ويليام ادم. يعني مفيش كلام في الموضوع. اسمحوا لي اقاطعكم. اهلا وسهلا. ايه رايكم في الحفله؟ مستر روبرت ازاي حضرتك عامل ايه؟ انا اخبار حفله شكلها شيك مستر روبرت. انت عارف يا شرف طبعا. تمام مستر روبرت. انت ايه اخبار الولاد؟ تمام الحمد لله. ادوارد والبرت ادوارد دلوقتي كبر وبقى كويس بجد. ده كبر يلا ربنا يخليه. يا ريت كده. ماشي اتفضل. مسز جوستاف. هاي اخبارك ايه؟ الحمد لله. بتعمل ايه؟ تمام الحمد لله. حلو التست. ميرسي. شكرا فردك. صحيح مسز جوستاف اخبارك جوزك ايه دلوقتي؟ تمام الحمد لله كويس. ايه اخر اخباره؟ بيعمل كده بس مش شايفه يعني. هو متعلقه كل المشاريع والحمد لله ماشي كل حاجه. اخرها ايه؟ برج ايفل. صحيح برج ايفل. حلو برج ايفل مش وحش. تمام بس هي شايفه انه مفيد قوي زي ستوري بارك اللي بتعملها. طبعا يا بنتي. ما بحبش المدرسه وكل حاجه بس ده كان شايفها تفاهه بس كان بيحب التاريخ والادب واخذ بكالوريا في العلوم. عادي جدا مش حوار يعني. ما انا جوزي لسه مسافر مع تشارلز هوبس وقابل المعماري فظيع كبير جدا تشارلز لويس. عادي وات ايفر. هو اصلا جوزي ما كانش بيسافر غير مع تشارلز. لازم الحقد التوقيت دايما يظهر. اسمحوا لي يا جماعه اقطعكم في الكلام. فعايزين نستنى الحضور. يا ريت نتفضل كلنا هنا.
طبعا كل عارف النهارده ان الحفله ديت على شرف مستر جوستافو. طبعا هو ضيف شرف النهارده. طبعا الشغل بتاعه هو انسب حد يتكلم عليه، فبعد اذنكم يا ريت نركز معاه، هو هيتكلم شويه عن شغله. اتفضل يا مستر جوستافو. دلوقتي يا جماعه احب الاول ان انا اتكلم عن نفسي شويه، ان انا يعني الاول كانت معظم البيلدنج بتاعتي كباري طبعا وبريدجز ضخمه. اشتغلت في التراسز بصوره يعني بصوره كتيره في المباني، برج ايفل هنتكلم عنها شويه، بس يعني بدات بس اديكم نبذه عن حياتي الاول. بعد اذنك مستر جوستافو اسمعني انا اقطعك. يا جماعه في معلومه مش كل الناس تعرفها، مستر جوستافو مش بس مهندس معماري، لا ده كمان مهندس مدني. دي حقيقه. اتفضل يا مستر. دلوقتي يا جماعه بس يعني انا كانت ليا كتير من الاعمال، عملت بورتو وكاربت وعملت كمان فيا داكت بريدج كان معمول من التراسيز، معظمهم كله تراسيز ايرون بريدج. دي محطة قطار ريسيو بتاع ريسيو ستيشن. دي محطة قطار طبعا ريسيو ستيشن. ثانية بس ريسيو ستيشن. طبعا انا هبدأ اتكلم عن المبنى الضخم المهول اللي انا عملته، برج ايفل تاور. ده من اهم طبعا البيلدنج بتاعتي، ده اللي اداني شهره طبعا ان انا عملت عنه يعني تعبت في تصميمه. طبعا تصميمه قعد على مراحل على سنين كتيره، هو مش على سنين كتيره يعني هي مراحل يعني هو على كذا مرحله، على كذا مرحله سنتين يعني ماكسيموم سنتين بس. تمام، في اي حد عنده اي اسئله اتفضل يقولها. تمثال حريه ايه سمعته؟ تمثال حريه ان انا كنت الديزاينر الثاني لي، ان انا قدرت اصمم يعني مش هقدر اقول الاليفيشن بتاعته يعني اقول الاستراكشر من جوه يعني كتراسز وكده، يعني بحيث ان انا ببدا مبانيها كلها تراسز وايرون. انا كنت قريت نقطتين عن حضرتك، واحده بتقول ان حضرتك الستايل بتاعك هارمونيوس واضح ان ماستر اوف ذا هارمونيوس. تمام، ان طلع عليك نيك نيم تقريبا انه نفسك بس الاول ويزرد اوف ستيل صح كده؟ ولا في لقب تاني؟ ماجيشن اوف ستيل كلها نفس المعنى، ماجيشن اوف ايرون مش ستيل. تمام، هبدا بس اكلمك عن اول مقوله ان انا كانت معظم المباني بتاعتي ضخمه، يعني ضخمه بالحجم المهول. طبعا لو حضراتكم شفتوا البريدج اللي انا عامله، الفيا داكت بريدج كبير جدا، البرج ايفل تاور كبير جدا، يعني كانت شغلك كله بيمتاز بالضخامه. كل الشغل بيمتاز بالضخامه الكبيره، يعني لو دليل على العظمه، دليل على العظمه طبعا. وطبعا اللي هي تاني مقوله دي طلعت طبعا بعد ما عملت البرج ايفل تاور، طلعت المقوله اللي هي ماجيشن اوف ايرون. طيب في حد يا جماعه تاني عنده اسئله؟ انا عندي سؤال. اتفضلي. هو ايه اول حاجه فكرت فيها قبل ما تدخل الجامعه؟ سؤال كويس. اول حاجه فكرت فيها ان انا اتجهت اتجاه تاني للستيل والايرون، ده اول حاجه فكرت فيها. حتى بعدها فكرت ان انا ابدا اشتغل في بريدجز، يعني فكرت ان انا اعمل ريلوي ما بين مدينتين بتكون بتربط ما بينهم مثلا نهر، فانا حبيت اعمل ريلوي ما بين المدينه ديت والمدينه دي. عظيم جدا يا مستر. تمام، يا ريت نفسك. سلام عليك يا مستر. حضرتك ممكن تشرح لي ايه فائده البرج العظيم اللي حضرتك بتقول عليه ده اللي شبه المكان حضرتك؟ لا بعد اذنك حضرتك اتفضل اشرح لنا. يعني ممكن توضح لي سؤالك اكتر من كده شويه؟ ايه الهدف من انك بنيت كومه حديد زي دي حاجه شبه المدخل؟ يعني حبيت اعمل حاجه جديده. زي ايه؟ ايوه، عباره عن ايه هو حضرتك؟ طب مستر جوزيف اسمع لي، انا ارد عليك. اتفضل. يعني انا شايف من وجهه نظري انا الشخصيه يعني ان ده منظر جمالي يعني. يا فندم زي ما قلت لحضرتك قبل ما هو يشرف، ده يعني فين الجمال في كده؟ منظر جمالي يعني اضاءة. مستر روبرت انا اختلف معاك حضرتك. طيب يا جماعه بعد اذنكم احنا مش جايين عشان خاطر نتجادل في موضوع مش موضوعنا احنا النهارده. احنا ممكن نروح بقى للاوبن بوفيه عشان صراحه. انا لسه انت سبقتيني، انا لسه كنت احيانا. بس يا جماعه معلش، بس انا في حاجه ثانيه عايز اقولها قبل الاوبن بوفيه، ان انا برضو شاركت ان انا عملت الايروديناميك. الايروديناميك دوت من اهم طبعا الانجازات بتاعتي. عظيم. انا ساعدت عملت معمل ايروديناميك، اول واحد اعمل معمل ايروديناميك. ايه الايروديناميك دوت؟ عملنا بيه حركه الطيارات، عملنا بيه حركه العربيات في الشارع، بقى في انحناء في كل حاجه، بقتش كل حاجه دايركت للهواء، بقى في انحناء للهواء كده. واضح.
واللي كان بيطبطب عليا من دقيقة فجأة رأيه الحقيقي ناحيتي بيبان. عجبني جدا النبض بتاع حضرتك يا مستر. يا فندم ده شغلي، لازم اقول رايي بحياديه في كل حاجه يعني. يا ريت هو بس ما يزعلش مني، شكله ضايق مني. لا مفيش، بس صار ايه؟ لا يا فندم مش هتبقى كده. مستر جوستافو انا مستر روبرت. وعجبك متضايق من حاجه؟ لا مفيش اي حاجه خالص. ازاي بس يا راجل، انت وشك كله بيقول انك متضايق من حاجه، في حاجه في الحفله مش عاجباك؟ اكيد يعني يا مستر، انا مش جاي واحد زي دوت ينتقدني في الحفلة يعني. لا ما نقلش بعض، بس معلش قول لي، انا مش جاي اتهزق هنا ولا تاني يعني. محدش هنا خالص يا مستر. حضرتك بتقول ان الحفلة دي على شرفي، ازاي مستر يجي واحد زي ده ويهني وينتقدني في الحفلة؟ الله ينور عليك، ما ينفعش. انت بتقول ينتقدك، هو النقد بالناء، يبقى مفيش اي مشكلة. معلش يا مستر روبرت، معلش. انا طيب بقى، معلش هقوم بس. طيب عايزين نتفرج على اخر اعمالك. معلش طيب، بعد اخر سيجارة بس. اتفضل. مش عارف هو متضايق ليه كده، ليش بصراحة. حتى الصغيرة تتخدم. معلش أنا مش عارفة أقول لك إيه بصراحة. مش شايفة يعني، أنا مش فاهم. مش أنت جايب مشاريعك، ليه ما وريتهولهمش؟ إثبت لنفسك إن أنت في مشاريع وفي حاجات بتثبت إن كلامك. اتهزقت بجد، ما ينفعش. طلع مشاريعك وبين لهم إن أنت صح. شايفة كده؟ آه. يلا. مش عارف والله، المفروض ما يكونش الاعلان دلوقتي. يا مستر جوستاف لسه متضايق من حاجه؟ لا يا مستر روبرت. الحمد لله تمام. مش كده يا راجل، يعني الموضوع مستعجل. بعدين الراجل طالما بينقدك نقد بناء مفيش اي مشاكل. خلاص بقى يا مستر، كل واحد وجهه نظره. حصل خير. المهم بقى يا كبير، انا عايز اشوف كده المشاريع بتاعتك الجديده. ماشي حضرتك. لا استنى بقى، ايه رايك نخليه كمان عرض عام وكل الناس تشوف؟ يبقى كويس. مش يا جماعه، بعد اذنكم تعالوا هنا ثواني، مستر جوستاف هيفرجنا على اخر اعماله. اتفضل يا جماعه لا ما هي تكون روحت فين يا مستر؟ يعني انت شايف تكون رايحه فين مثلا؟ اكيد ممكن يكون حضرتك انت اللي خدتها. انا سرقتها. انا اكيد يا مستر. انا مستر جوستاف واخدها. طب حضرتك هي فين؟ انا مش لاقيها. حضرتك ايه يا راجل، انت بتهزقني في بيتي؟ حضرتك اللي خدتها، طالما هي وقعت فين كنت جايبها. انا هسرق منك حاجه؟ انت بتاع الحديد. بتاع الحديد؟ اه بتاع الحديد. انت اللي بتستخدم مفاتن المراه في المباني بتاعتك، بتقول انا بتاع حديد. ايه ده وكده؟ فاكر كده ان هو بيعجب الناس يعني؟ اه طبعا. انا كل مشاريعك بتناسبه زي مشاريعك كل الناس بتنتقدها. كل الناس يا راجل، ده انت حتى اكبر حاجه واشهر حاجه عملتها بوركيف، اشهر حاجه كل الناس بتنتقدك عليه. كل شغلك شغل كده، واي حاجه كده في اي حاجه، واخد شغلك من الناس القديمه. ايه اللي انت عامله؟ انا بتطلع على حاجه على اي حاجه. انا بطور من الماضي، لكن انت بتطور حتى بوركيف بتاعك انت فرحان بيه. فعلا الناس شكلهم كان عندهم. انت جاي لما قالوا عليه، ان هو متخانق. يا مستر روبرت، بعد اذنكم يا راجل، ما ينفعش النقد يكون بالطريقه دي. يا مستر انت مش شايف يا فندم؟ بعد اذنك، احنا خلافنا لازم يوصل بطريقه حضاريه، ما ينفعش تزعقوا بعض. النقد لازم يكون بطريقه سليمه. لا انا متضايق. لا يا فندم خلاص، متضايق وانا غلطان اني عملت حفله زي دي. طب انا ليه افضل عايش؟ انا هريحهم وارتاح. وزي ما انت شايفين ان معظم الشغل اللي بالحديد والترصيص بقى شائع جدا من بعدي، غير المرتفعات الكبيرة. يعني عندكم مثلا من المباني المتأثرة كريزلر بيلدينج، وده هتلاقوه في نيويورك. وفي كمان عندكم سيتي جروب سنتر، ده برضو مرتفع للغاية ويتميز بالترصيص والحديد.
أما اللي شبه شغلي قوي بقى فهو سبيس نيدل. باين طبعا من الآخر كده إن شغل الحديد ده إنفينيتي. بالصلاة على النبي بقى، سيبوكم من هري الحديد اللي سمعتوه ده كله. أنا كمعماري بتكيف قوي لما بشوف حد من التلامذة بتوعي عملوا شغلي ومشوا على مبادئ. ده الكلام ده طبعا بعد ما مت الله يرحمني. اقروا لي الفاتحة يا جماعة. يعني مثلا الواد اللي عمل في بنتين عمل الكولبي أبوت، واد معلم. واللي يروح أوروبا في هناك برضو الكاثيدرال فيلونس بتاعتي، أو مش بتاعتي بس بتاعتي. بصوا هو تلميذي اللي عملها مبادئ يعني. وعندكم مثلا الاس تي جورجس بيلدينج، وعندكم كمان البلازو دي بورتا. انا الصراحه بحب قوي اشوف شغله، واتمنى ان انتوا تشوفوا شغله وقولوا لي الفتحه. طبعا كلنا عارفين ان الدراما حاجه ممله، بس عمرنا ما خدنا بالنا خالص ان الملل اللي احنا بنشوفه قدامنا هو في الحقيقه بيبقى ناتج عن ضحك السنين ما بين الممثلين وما بين كاست العمل كله. يمكن تشوف افلام كتيره جدا تكون مش عاجباك وتكون ممله، بس صدقوني لو شفتوا الميكنج اتصوا على نفسكم من الضحك. مستر جوستاف. ايوه مستر روبرت. مستر جوستاف، مستر روبرت مستني بره. لا عيد من تاني. مين المنظم؟ مستر جوستاف. ايه في الطاول؟ طب سريع. 3 2